اخبار اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم. اتفضل يا شيخ. ليك يا كابتن اسلام وضيوفك الكبار طبعا الكابتن شريف عبد المنعم والاستاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي الكبير وطبعا احمد بلال اجوان الشهير طبعا نجم نجوم نادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن ما زلنا المنطق، انت بتتكلم عن المنطق مين يعني؟ مش عارف، مش لاقي الاجابه، مين عنده اجابه المنطق اللي حضرتك بتتكلم عليها وضيوفك طبعا فين؟ مين اللي يقدر يجاوب على السؤال ده دلوقتي؟ اتحاد الكوره ولا مش عارف يعني؟ سؤال بيطرح نفسه، كل بيتكلم، السوشيال ميديا بتتكلم، الجماهير بتتكلم، كل مكان الناس بتتكلم، مفيش اجابه لحد دلوقتي. ربنا يسهل باذن الله ونلاقي اجابه يعني على سؤال حضرتك باذن الله. المهم اجتماع طارئ دعا ليه مجلس اداره النادي الاهلي يمكن من الساعه 9 ونصف، يمكن بداوا الساعه 10 الا ربع، مستمرين يمكن 12 وداخلين على ربع اهيت، ولسه مستمرين خلفي قاعه الرحل الكبير الكابتن صالح سليم. اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع طارئ، مستمرين، مباحثات شغاله يمين وشمال. الكابتن خطيب يمكن ترك او خرج من القاعه مرتين ورجع تاني، النائب الوزير العامري فاروق، يعني مدير النادي طبعا العميد محمد مرجان، بيخرجوا بيخشوا بيكملوا، بس الشكل العام مستمرين لسه. يمكن قدامنا نص ساعة 25 دقيقة بإذن الله علشان يكون في نتيجة الاجتماع. لا، ما لحد الآن ما فيش، لحد الآن الاجتماع مستمر من التاسعة والنصف زي ما قلت لك، الاجتماع مستمر ولكن في قرارات. الشكل العام بيقول في قرارات، في نتيجة، في حاجه تطلع يعني، في كمان شويه في قرارات تطلع. الاستاذ شريف فؤاد موجود في انتظار قرارات عشان يعلن عنها على الهواء مباشره. لقاءات نادي الاهلي طبعا هيكون خاص وحصري لكل جماهير نادي الاهلي عشان تتعرف على قرارات مجلس الاداره، هتظهر بعد قليل يمكن بنتكلم في 25 دقيقه نص ساعه بكثير قوي باذن الله يكون الاجتماع انتهى ويكون الاستاذ شريف فؤاد معانا على الهواء مباشره عشان يقول قرارات الاجتماع الطارئ اللي دعا ليه الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لك ان النهارده الكابتن محمود الخطيب دعا لاجتماع طارئ، يمكن التليفونات تمت لاعضاء مجلس الاداره الساعه 5 5 ونصف قبل الفطار، قبل صلاه المغرب. الكل طبعا نام بنداء على طول من الساعه 9، كان كل اعضاء مجلس الاداره متواجدين، مجلس اداره النادي الاهلي يبقوا موجودين في النادي الاهلي 9 ونصف، كانوا جوه الغرفه الاغلبيه. يعني تتكلم في الرئيس، النائب، امين الصندوق، بعض الاعضاء، يمكن في ناس مسافره زي المهندس خالد مرتجي مثلا، عرفت اللي هو في الامارات. في ناس بتبقى خارج مصر فطبعا ما يقدروش يجوا لان الاجتماع كان طارئ بلغوا بيه الساعه 5 5 ونصف، فاللي موجود جه على طول، بس الاغلبيه موجوده، هيئه المكتب موجوده. باذن الله، باذن الله يكون في قرارات قويه، باذن الله يكون في النهارده يعني اجابه لسؤال لاتحاد الكوره يمكن مدوخنا وراه بقاله فتره كبيره. باذن الله لعيبه نادي الاهلي بتتسائل، تتمرن، تاخد اجازه، حاجات غريبه جدا، هنقعد نسمع حاجات غريبه جدا. تلعب بقى عندك افريقيا، محدش عارف حاجه يعني، عندك محدش عارف حاجه يعني. بالفعل حاجات غريبه جدا. في التمرين قبل التمرين حتى في كذا لعيب سالني ايه الدنيا، في ايه، هناخد اجازه ولا هنلعب؟ مش هنلعب، فمستنيين. ربنا يسهل ونشوف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه ليك يا شريف ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. قرارات تكون حاسمه باذن الله كالعاده، النادي الاهلي معودنا. شكرا جزيلا يا شريف على هذه المعلومات.